مقدمة من ثياب بن راشد الهاشمي، جوائزنا اليوم خناير، جائزة هذا الشوط أيضا خنير مقدمة من ثياب بن راشد. شكرا أبو راشد على هذه الجائزة بمناسبة سلامة أبو فلاح. أيضا جوائزنا اليوم أيضا مقدمة من ثياب بن راشد، وأيضا المسافة 1.5 كيلو للفطايم. بسم الله وعلى البركة، انطلق بحفظ الله ورعاية الشوط الثالث في مجموعة الأشواط. شوط الأبكار الثاني أيضا نوعدكم أيضا بالتحدي، أيضا بالحماس بالتنافس في هذا الشوط نظرا للأشعار المقدمة أيضا في هذا الشوط. ناخذ مقدمة الشوط. في المركز الأول اللي أخذت المركز الأول ايضا اشعار ابو راشد. المركز الثاني ثياب بن راشد الهاشمي، المركز الاول. اللي اخذت المركز الاول وجود في المركز الاول محمد بن سعيد الراشدي في المركز الاول. المركز الثاني اللي اخذت المركز الثاني شواهين راشد بن ثياب بن راشد الهاشمي، ما شاء الله راعي هذه الجائزة الخير. ايضا زالت المركز الاول، لا زالت شواهين راشد بن ثياب بن راشد الهاشمي يقدم ابو راشد. اما المركز الثاني غير مدونة عنه، يعني من رقم 16 لكن غير مدونة. واما المركز الثالث خلاص خليك عند الثنتين شواهين، ولكن من ذيها وجودها غير مسجلة عنا يا ناصر، غير موضحة بكرة هذه، ولكن شواهين فهمت شواهين ذيا راشد بن ثياب بن راشد الهاشمي ما شاء الله على هذا العرض جبارة في المركز الثاني. ها؟ من؟ ما شاء الله. نقول ايضا 12 في المركز الاول محمد بن سعيد الراشدي، لكن هذا اشعارك يا بن خميس سعيد بن خميس المدهوشي، ولكن نعود الى المركز الاول. لا زالت شواهين المركز الاول، راشد بن ثياب بن راشد الهاشم التهاني والناموس يفوز. شواهين زعل المركز الاول. المركز الثاني من ايضا الشاهينيه راشد بن خميس المدهوشي، والمركز الثالث اشعار ايضا محمد سعيد بن محمد العمري. نعود بالتهنئه والناموس الى راشد بن ثياب بن راشد الهاشمي بمناسبه فوز شواهين، تزاحل المركز الاول. سجلت 2:03.